من قناة الرافدين الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قالت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية إن دائرة الرقابة الداخلية لم تتخذ أي إجراء إزاء ملفات الفساد في وزارة النفط. وأكد رئيس اللجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي رصد حالات فساد مالي وإداري في وزارة النفط ومخالفات في وزارة الزراعة، بالإضافة إلى العديد من المخالفات التي يرتكبها وزراء ومدراء ومحافظون. كشف خبراء اقتصاديون عن خسارة كبيرة في حقل الجيار النفطي بمحافظة نينوى، متسائلين عن جدوى إنتاج النفط فيه لطالما لا تكفي عائداته لأسعار النقل. وأوضح الاقتصاديون أن الحقل الواقع يمتلك احتياطيا مؤكدا مليار برميل، ويضم 50 بئرا نفطية، 34 منها تعرضت لأضرار بسبب المعارك مع تنظيم داعش، حيث يقدر الانتاج الحالي من الحقل بنحو 30,000 برميل يوميا، تنقل من حقل الجيارة بالصهاريج وخطوط السكك الحديدية إلى البصرة لتصديرها إلى الخارج. ورغم أن نوعية النفط المنتج من الجيارة تعد من النفط من الأنواع الرديئة لأنها ثقيلة جدا بدرجة كثافة 11 وعالية الحموضة. أعلن مدير عام جمارك محافظة إيلام الفيلية سهراب كامري تصدير بضائع بقيمة 637 مليون و 174 ألف دولار من جمارك مهران الحدودية إلى العراق ودول أخرى خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الجاري. وقال كامري إن السلع التصديرية الرئيسية من جمارك حدود مهران شملت جميع أنواع المنتجات البتروكيماوية ومعدات محطات توليد الكهرباء ومواد البناء والبلاط والسيراميك والمنتجات المعدنية والبلاستيكية والمنتجات الزراعية. حذرت مصارف كثيرة حول العالم عملاءها من عمليات احتيال تتم باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر استنساخ الأصوات للإيقاع بالضحايا. وبفضل التطور التكنولوجي أصبح المحتالون قادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوت الشخص من 3 ثواني فقط من صوت موجود، ويمكن الحصول على الصوت من مقطع فيديو نشره الشخص عبر الإنترنت. قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح في نطاق 4.75% إلى 5%، وهو أول خفض منذ شهر آذار عام 2020. وجاء هذا القرار في بيان صادر عن الفيدرالية عقب اجتماع استمر لمدة يومين للجنة السوق المفتوحة، حيث أشارت اللجنة إلى ظهور دلائل على تباطؤ سوق العمل في أمريكا وارتفاع معدل البطالة. وأضاف البيان أن اللجنة تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل وخفض التضخم إلى 2% على المدى الطويل. إلى أسعار العملات مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.